سلامات، نيهاو عليكم. اختراع جديد من اختراعات اخواننا الصينيين هذا طبعا هذا برودكت يا اخوان بيجي 4-in-1 3-in-1. تمام، في اكثر من حركه البيبي بيقدر يتعلمها، موضوع الكبس كيف انه يتعلم يشد هاي الشغلات يحرك هدول. طبعا انتوا عارفين هذه كمان، طبعا بعرفش اذا فيها ممكن تكون عضاضه او اشي لاسنان البيبي كويس. اختراعات حلوه عم اخترعوها اخواننا الصينيين. هذا البرودكت اخوان مش جديد، هذا البرودكت قديم شوي، بس السنه اللي فاتت بصراحه كان عليه مبيعات ممتازه. بيجي بشكلين، كرتونتين مختلفات. تمام، انا حبيت اعرض لكم الاثنين مع بعض بفيديو واحد. ركزوا على شغلات البيبي يا شباب، لانه بتعرفوا النيتش تبع البيبي نيتش مهم دائما. بتعرف سوري، طول ما في بيبيز، وانت بتعرف كمان اللي اخوان الواحد ممكن انه مثلا يبخل على حاله انه يشتري قطعه، او يبخل مثلا على بيته، بس بالنسبه للبيبي تبعه لا، ابدا ما ببخل، بالعكس بحب انه يشتري العاب، خاصه اذا كان فيها شيء نوع من التعليمي، حتى لو كان البيبي كثير صغير بصير يعني مثلا بشوف كلرز، بشوف حركات، بشوف شغله زي هيك. انا شايف هذا البرودكت من خلال المبيعات كانت مبيعاته ممتازه جدا، كرتونه خفيفه زي ما احنا متعودين في كل البضاعه تبعتنا، ما في عليها اي كتابه باللغه الصينيه. تمام، شايفين؟ جميل، تمام. ما ننسى كمان شغله، انتوا عم تبعوا من خلال تطبيق موتشوال بتقدروا تشبكوا مع شوبيفاي بثلاث كبسات، تتعرف ستورك وتضيف المتجر للناس اللي ما بتعرفنا. طبعا انا تركت لكم هذول البرودكتس الرابط تبعهم تحت في وصف الفيديو. بتمنى من الكل ان شاء الله هيك رحله في الدروب شيبينج، وتعملوا فلوس وتعملوا اموال. تمام، وانا بدي منكم بس تتذكرون بشغلتين، الدعاء والشير واللايك، بركوا وصلنا مليون. سلامات، شوفكم فيديو تاني عرب في الصين.